وشوشة. يعني حارة اليهود مشروع بالنسبة لي أنا كنت أحس إنه مشروع هيبقى كويس ومتخوف من الموضوع مش سهل. يعني عمل لي ستيب. يعني حارة اليهود كمان أكد على حاجة، بحب أنا يرتبط اسمي بالأعمال الجيدة. ممكن حارة اليهود أكد ده إنه اسمي مرتبط بالعمل الجيد. يعني دي حاجة أنا، يعني دي حاجة أنا حابة أحققها. يعني أنا عايز إيه من شغلي؟ أنا عايز إنه اسمي يرتبط بالعمل الجيد. فحارة اليهود أكد ده بعد تراكم الجماعة لموجة حارة، خاص جدا، سر علني، مواطن إكس، حارة اليهود، وسبع أرواح وأفراح الأبة إن شاء الله. يعني فيعني حاب إنه دايما يرتبط اسمي بالعمل الجيد، وحارة اليهود حققت. الجديد إنه الشخصية شريرة جدا. يعني أنا أول مرة أقدم الشخصية بالشر ده، يعني بعتبر السيد العجاتي كان شخصية شريرة بس بمبررات إنسانية، بيتحرك بإنسانية. بس لا، دي عشان نوع المشروع هو ساسبنس، فهي الشخصية الشريرة. يعني أعتقد الناس هتشوفني بشكل جديد بالنسبة لهم في موضوع الشر ده. ما عادتش بالطريقة دي. يعني زمان كانوا ياخدوا موقف من الممثل اللي بيحبوه فيعمل شخصية شريرة. لا، دلوقتي المتلقي اختلف شوية، قادر يفصل بين فكرة انه الممثل هنا بيعمل شخصية شريرة، فهيحاكمه بمدى اتقانه، مش بيحاكمه انه هو شخص شرير. فممكن يكرهه، بس يكرهه ككاركتر، بس مش يكرهه كشخص. يعني